لا يفوت زوار مدينة سوسة فرصة زيارة مدينتها القديمة. مدينة سوسة العتيقة ما زالت تحافظ على أصالتها وتاريخها. كل المعالم هنا تتحدث عن الحقب التي مرت على المدينة. شارع وحيد يفصل بين مدينة سوسة العصرية ومدينتها القديمة. شارع فقط يفصل بين عالمين مختلفين. الأبنية الصفراء الضاربة في التاريخ زادت المدينة جمالا. سوسة القديمة هي فسيفساء من الألوان. عنا متحف أثري عالمي هذايا. هنا بحدا معناها مونيمور مقابل الولاية. وعنا الرباط. الرباط هذايا من عهد الأغالبة معناها يتابع كل قروان وكل فاهم. وعنا جامع الكبير. اختار الفينيقيون سوسة لتكون أحد أهم موانئهم، ليقوم العرب بعد ذلك بتأسيس أغلب المعالم التي نشاهدها. القصور والمنازل الأثرية ازدانت بالألوان الخاصة التي تميز أبوابها ونوافذها. سكان المدينة القديمة ما زالوا يحافظون على النماذج الهندسية القديمة. المدينة القديمة في سوسة هي مصدر كل المهن والحرف الفريدة. فمنذ قرون وهذه الأزقة تمتلئ بالحركة، حتى أنها باتت تعد قلب المدينة الاقتصادية والسياسي. فالحرف كانت هي المحرك الأول للاقتصاد. أما اليوم فقد تغير المشهد. نخدم شربات حرير، ونخدم شربات قطن، ونخدم محرمات العرايس بجميع أنواعها، بتاع المهدية، قصر هلال، مكنين، جربة، كل نخدمه. كما الجبة التونسية المخدومة بالمنسج ما عادش تلقاها، واللي ياخذوا فيها بالميكانيك. مدينة سوسة هي لوحة فنية ما زالت تحتضن بين أسوارها كنوزا من الحقب التاريخية التي تعاقبت على المدينة. مراد الدلنسي من مدينة سوسة، الميادين.